صباح الخير إليك ولضيفك ومشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا. انا بدي تعليق على الكلام الصادر اليوم ببعض الصحف، تحديدا بموقع اساس ميديا، قبل لودريان وبعده الحزب الفرنجي معك الى يوم الدين. هل هذا يعني انه اليوم الثنائي يتمسك بسليمان فرنجي مرشح الى يوم الدين ويذهب الى الحوار بتمسكه ويذهب الى الجلسات بتمسكه بسليمان فرنجي الى يوم الدين يا استاذ قاسم؟ يعني هذا رأي إذا صح من حق أي فريق بالبداية أن يقول ما لديه وقناعاته وطبعا ما هو موقفه تجاه ما هو مطروح اليوم في ملف رئاسة الجمهورية. صحيح اليوم الجميع على مواقفهم، كل القوى السياسية ما زالت في مكانها. نعم. فريق التقاطع وبعده نسمع كل يوم طبعا إذا صار في جلسة بكرة ينتخب جهاد أزعور، وفريقنا بذات التوجه. هذا أمر طبيعي لأنه نحن ما زلنا في موقفين لكل طبعا رؤيته، ولكن من منطلق التمسك اليوم بهذا الموقف، لأنه بعد الجلسة الأخيرة وضح أنه لم يتبدل طبعا الأمر في التوازنات القائمة. نعم. وأن الحاجة طبعا هو للنقاش، للحوار، للتلاقي تحت أي مسمى من المسميات لنبحث في كيفية الخروج من هذا المأزق. نعم. هذا هو الأساس، وعندما نذهب إلى هذا النقاش على آلية معينة ساعتئذ سنذهب بدون شروط، لا من فريقنا ولا من الفريق الآخر، ونضع الأمور كلها في إطار النقاش. قصدك من دون شروط يعني؟ قصدك من دون شروط يعني من دون التمسك إلى يوم الدين، هيك قصدك؟ لا، من دون تمسك ولا بدون التخلي، خلينا نكون واضحين. نعم. أساسا لما اللي تم الدعوة للحوار قبل الرئيس بري لم يكن هنالك شرط ولم يكن هنالك تمسك باسم معين أيا يكن الاسم. نعم. كان المنطلق هو البحث في المواصفات التي قد تنطبق على شخص معين، هذه الشخصية قد يتم التفاهم عليها وقد تنطبق هذه المواصفات على أكثر من شخص، قد يكون اثنان أو ثلاثة إلى ما هنالك، ولكن ساعة إذن طبعا ما هو الفاصل هي صندوقة الاقتراع، ودائما وأبدا. نعم. طبعا الآلية الدستورية الديمقراطية هي اللي بدها تكون الفاصل بين الجميع. أوكي، واضح كلامك. لك بعرف أنه أستاذ قاسم هاشم حضرتك نائب كتلة التنمية والتحرير، ولكن اليوم في كلام أنه النائب محمد رعد قال لسليمان فرنجي عندما زاره في بنشعي معك إلى يوم الدين، إلى يوم الدين تفسر بالسياسي أنه لن يتخلى عنه، أنه حتى لو ذهب يعني إلى طاولة حوار. أنا عم بجرب أنه أفسر إذا هذا طبعًا الكلام مظبوط، أنه اليوم أنتم موقفكم كثنائي أنكم لن تتخلوا عنه، أو في انفصال اليوم بالمواقف بينكم وبين حزب الله؟ طب لا، نحن ما في، لا بالعكس، في انسجام، في تماهي، لكن طبعا دائما خارج أي تفسير هنالك تباينات، ممكن يكون في تباينات ليس بالضرورة في هذا الملف بالذات، ولكن ليس هنالك تماهي نهائي بأي قضية داخل الفريق الواحد، داخل الكتلة الواحدة، داخل الحزب الواحد، دائما يكون هنالك تباينات في مقاربات أي ملف من الملفات. ليس هذا المقصود اليوم، المطلوب اليوم أن نتلاقى، أن نتواصل، أن نتحاور، لطبعا نتفاهم على مخرج، قد يكون المخرج بأحد الشخصيتين المطروحتين اليوم اللي هن واضحين لحد الآن. نعم. ما حدا تخلى، لا فريقنا تخلى ولا الفريق الآخر. نعم. حتى الساعة أنه تخلى عن جهة، وقد يكون قد نصل إلى طاولة النقاش، وقد يكون لماذا لا يكون، نحن علينا لا أن نكون واقعيين ومضوعين. لو سمحت أنا عفوا، أنا عم بسألك، حضرتك عم تقول قد يكون بأحد الشخصيتين، أنا عم أقول في حال رجعنا رحنا على جلسة والشخصيتين طبعاً ما قدروا يحصلوا على الرئاسة، ما قدروا ينجحوا، بتروحوا على خيار ثالث، تقاطع مع المعارضة على اسم؟ هذا الموضوع يجب أن يكون نتاج نقاش وليس فرض إرادي، لا من فريقنا ولا من الفريق الآخر. من طبعا لديه الحجة والدليل الذي يستطيع من خلاله
أن يقنع الآخرين. طبعا قد يكون هنالك ما يقنعنا افتراضا يعني. نعم. طبعا نحن بدنا نستجيب ساعتها، لأن الرئيس بري كان واضح بدعوته للحوار 7 أيام، وقال بعد 7 أيام سيكون هنالك جلسات مفتوحة، جلسات ومتتالية لانتخاب رئيس جمهورية. نعم. يعني هذه الجلسات ستفتح ولن تنتهي إلا بانتخاب رئيس جمهورية. نعم. طب هذا واضح. وبالتالي اليوم طب اليوم اسم قائد الجيش استاذ قاسم يطرح، اليوم كل الصحف عم تقول انه انها مرحلة قائد الجيش الذي يمكن ان تتقاطع عليه تحليل القوى السياسية، تحليل برأيك؟ لحد لا لا تحليل بكل الترشيحات تحليل، ما دامنا لن نفتح باب النقاش حول المواصفات تنطبق على هذا أو ذاك. نعم. فكله في إطار التحليل ومحاولة طبعا الإيحاء والإيماء وما إلى ذلك. فلننتظر. نحن نقول من ستنطبق عليه مواصفات التوافق الوطني. نعم. سيكون السهل التعاطي معه أيا يكن شخصية. وبالتالي انتظار نتيجة التشاور والحوار الذي دعا له الرئيس بري، وعلى هذا الأساس تذهبون إلى مرشح التوافق. نذهب إلى مرشح التوافق، إلى مرشحي التوافق، إلى 3 مرشحي توافق. هذا الموضوع طبعا علينا أن نستبق الأمور وأن نضعها في نصابها. الأساس والمهم اليوم هو الحوار والتلاقي. كل ما قيل بموضوع زيارة لودوريان ومحاولة طبعا وضع الأمور في إطار هذا الطريق أو ذاك، أبدا ما كان بالنتيجة. نعم. في توجه نهائي لدى الموفد الفرنسي، إنما كان من البداية للنهاية هو نصيحته ودعوته للحوار. نعم. للحوار، واللي طبعا دائما اليوم ما في موجود غير مبادرة الحوار بيّنت. بس باختصار لو سمحت، آلية الحوار بيّنت، شو هي آلية الحوار؟ يعني كيف رح يطرح الحوار؟ طاولة مستديرة؟ كيف رح يكون بعد ما عرفنا؟ لأن القوى المعارضة لهذا الحوار اليوم تطلب مجموعة توضيحات عليه. يعني اليوم صحيح عندما تكون هنالك اجابات واضحه من القوى السياسيه، وهذا ما ينتظره دكتور رئيس نبيه بري، ما هن بدهم توضيح قبل ما يجاوبوا، هن بدهم توضيح لآلية الحوار قبل ما يجاوبوا بالموافقه او عدم الموافقه عليه. يعني ما فيهم يجاوبوا يعني على شيء ما بيعرفوه. ما بيعرفوه. كانت العناوين العريضه، الخطوط العريضه لهذه المبادره واضحه، الدعوه ل7 أيام للقاء. نعم. في المجلس النيابي تحت قبة البرلمان وتحت طبعا عنوان واحد لا غير، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. أوكي. طاولة مستديرة يا أستاذ قاسم. أستاذ قاسم، طاولة مستديرة سيكون يعني؟ مش بالضرورة. طبعا عندما تكون هنالك استجابة يتم التفاهم. نعم. على الآلية، وعندما تبدأ هذه الأيام السبعة باللحظة الأولى. نعم. من قال ساعة إذن بكون ما هو لدى الرئيس بري يقوله، ومن حق أي فريق أن يطرح ما يراه. نعم. آلية لدي أو رؤية ويتم النقاش خلاله. شكرا لك. ساعة إذن سيكون هو ملك المتحاورين، لأن المطلوب اليوم أن نلتقي وأن نبحث في موضوع مأزق رئيس الجمهورية. يكفي ما نحن عليه. طبعا شكرا لك استاذ قاسم هاشم على هذه المداخله. اهلا وسهلا فيك.